بسم الله. أخذنا بالدرس الأولاني أو الجزء الأول الأساسيات الخاصة بإزاي نعمل لود للماب ونعرض ماب زي ما شفنا المرة اللي فاتت. الدرس ده بنتكلم على التايبز بتاعت الجوجل مابس، يمكن خدنا عنها نبذة الدرس اللي فات. التايبز بتاعت الجوجل مابس بتبروفايد ليك فور تايبز أوف ماب، أربع أنواع من أنواع الماب. رود ماب، ودي شفناها الدرس اللي فات في الإكزامبل اللي فات، ودي الديفولت تايب، يعني دي الافتراضين بتتعرض دايما على الرود ماب. يعني لو احنا ما اخترناش اي نوع من انواع هي دي اللي هتتعرض، اللي هي الرود ماب. ودي طبعا بتعرض الستريت فيو، بتعرض شكل عرض الشوارع للمنطقه اللي احنا مختارينها، زي ما احنا كنا عملنا المره اللي فاتت بالشكل ده. خلاص ادي الستريتس زي ما احنا شايفين كده، خلاص دي الرود ايه؟ الرود ماب بتاعتنا. كلام جميل. النوع الثاني اللي هو ساتلايت، وده نوع من انواع بيعرض لي ساتلايت ايمجز، يعني صور بالاقمار الصناعيه للمنطقه اللي انت عايزها. خلاص. طيب لو حبينا نبص بصه كده على الطريقه الثانيه اللي هي الساتلايت، وكل اللي هنغيره في الكود ايه؟ فكره بس بتاعت الماب تايب اي دي، بدل رود ماب هنكتب ساتلايت. دوت ساتل ساتلايت، عملنا سيف، رجعنا نعمل ريفريش. ادي شكل الماب، خلاص بشكل ايه؟ بشكل صور جايه من الساتلايت. تمام، زي ما احنا شايفين كده. ده لو احنا عايزين نعرض بشكل الايه؟ الساتلايت فيو. الشكل الثاني اللي هو الهايبريد، والهايبريد ده شكل مختلط ما بين الشكلين اللي فاتوا. الهايبريد اللي هو شكل، نبص هنا كده سلايد، this is a map type that shows the satellite images of a selected region. اسف احنا بنقرا الهايبريد. This map type show the major streets on satellite images، يعني عايز تشوف الشوارع الرئيسية على الساتلايت ايمجز زي ما احنا شايفين كده. لو جينا هنا بدل ساتلايت وقلنا هايبريد، مختلط، نظام مختلط ما بين الاثنين اللي فاتوا، ورجعنا عملنا ريفريش، كده هو تقريبا ما فهمش النوع، فعشان كده عرض لنا اللي هي الديفولت يعني. طيب ممكن يكون بسبب ان احنا كاتبين مثلا اسمه كابتل، اسمه المفروض كله كابتل اتش واي بي ار اي دي، نشيل دي خالص. هايبريد، تعالى نعمل ريفريش. تمام، ادي اهو زي ما احنا شايفين صور ستلايت، وحط الايه؟ الستريت الايه؟ للمين ستريتس، عملها بالايه؟ لكنها رود ماب عاديه، لكنها رود ماب ايه؟ رود ماب عاديه. طيب ترين من اهم الحاجات اللي ممكن نعرف بيها، وهي بتهتم بالحاجات اللي فيها تضاريس من جبال لميه الكلام من ده، بتبقى هي مركزه عليها. دي بيحتاجها بعض الناس الباحثين يعني في مجال اللي هو بتاع الايه؟ الجغرافيا بالذات. واصلا بما ان الموضوع اساسا اساسه كده اساسا. المهم قلت له ترين، وجينا هنا وقمنا عاملين ريفريش. ايوه زي ما احنا شايفين كده، هتلاقي ان هو ركز معانا على المرتفعات والمنخفضات زي ما احنا شايفين كده. دي جبال أربل، خلاص واخدين بالنا من شكلها، وبيحاول يعمل لنا زومين كده على دي ارتفاع وهنا منخفض، بيحاول يوضح لنا الحاجات دي والحتة المناطق اللي فيها ميه زي ما احنا شايفين. خلاص بكده نكون بصينا بس على يعني الأنواع المختلفة من المابس، سواء كانت الرود ماب أو الساتلايت أو الهايبريد أو الإيه؟ ترين. جوجل مابس تايبس.